عرفكم ازاي؟ احنا النهارده هنخلص عليهم في السيجنال ادونا بارك وهنطلع مخلصين الدوري ومقايلين على لقب ال 30 في جبنه. الموضوع بسيط ما فيهوش اي مشاكل، احنا بنلاقي الفرقه بتعتمد على الاطراف بتاعتها وبتعتمد على قوه اشرف حكيمي وقوه رافائيل جاريرو وكمان قدامهم تورجن هازارد وجوليان براندت. لو عرفنا نوقف الاطراف بتاعتهم الموضوع هيكون سهل وبسيط. هتقولوا لي مش خايف من نص الملعب؟ هقول لك الموضوع بالسهوله اللي انتم عارفينها كويس. لعيبتنا في نص الملعب اقوى، سواء جوشوا كيميتش او كمان جورتسكا او توماس مولر اللي بينزل لهم من فوق. الثلاثه اقوى بكتير قوي من محمود داوود وميدل لايني، فانا مش خايف من نص الملعب. انا كل اللي انا مقلق منه بس الاطراف بتاعتهم، فعشان كده احنا مكملين بال 4 1 4 1 اللي لعبنا بيها المباراه قدام انترخت. بس الموضوع هيكون فيه شويه تفاصيل بسيطه. احنا هنغير بيرزيتش وهنحط مكانه جنابري. ليه جنابري مكان بيرزيتش؟ عشان جنابري عنده سرعات وهيعرف كويس قوي ان هو يرجع يغطي مع الفونس ديفيز، وكمان الناحيه الثانيه سكينجز لكومان هيرجع يغطي مع بافارد. فكده هنخنق جاريرو وهنخنق تورجن هازارد وهنخنق براندد وهنخنق اشرف حكيمي. ولو خلصنا على الاربعه دول اوعدكم ان المكسب هيكون بسيط ومش هلاقي اي مقاومه تماما للفرقه اللي قدامنا. حتى لو هم عندهم سفاح في منطقه الجزاء اسمه هالاند، بس احنا عايزين هالاند كويس ومش هنبقى خايفين، لان احنا دايما لو ركزنا على ان احنا نقفل الاطراف بتاعتنا هنلاقي ان احنا عندنا افضليه كتيره جدا جوه الملعب، وهنلاقي ان هم كل ما الوقت بيعدي كل ما ثقتهم بنفسهم بتقل، كل ما بينتظروا ان المباراه تخلص حتى لو انتهت باي نتيجه. عارفين ليه؟ عشان احنا فريق بطوله واحنا بنعرف كويس قوي ان احنا نشيل بطوله، واحنا كمان هنعرف نستفزهم كويس علشان خاطر احنا فعلا شخصيه فريق بطوله. هتقولوا لي ايه شخصيه فريق بطوله دول؟ اقول لكم موضوع بسيط. احنا هنا في الاليانز كل واحد فينا بيتزرع ازاي تبقى بطل الدوري في النهايه، ازاي تكون بطل الكاس في النهايه، ما عندناش اي حل تاني غير كده. انما هم فرقه دايما بيعتمد على ان هم بينافسوا، وانك تنافس غير كتير قوي انك تكون بطل الدوري في النهايه. علشان كده احنا اللي هنطلع متفوقين في النهايه، لان احنا عندنا شخصيه الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت اتفرجت على المقدمه تقول لي هي انت بتقول ايه اساسا؟ ايه اللي انت قلته ده في الاول؟ ايه شخصيه الفريق؟ ولو هنرفع على الاطراف؟ طب بالنسبه لصناع اللعب؟ لا يا اسطى، ما صناع اللعب ماركو رويس، ولو ماركو رويس غايب الموضوع هيبقى خلصان ونص الملعب هيبقى متسلم لبايرن ميونخ تسليم اهالي زي اللي حصل النهارده بالظبط. هتقول طب لوسيان فافر مش هيعمل حسابه كده؟ لوسيان فافر قاعد يتفرج. اقول لك لا يا عم الصايع، بص يا اسطى، هو لوسيان فافر يعني تقدر تقول عليه ان هو مدرب الماتشات الكبيره مش بتاعته شويه. فلوسيان فافر في الماتشات الكبيره ما بيهاجمش، ففكره ان هو هيطلع يهاجم بالاطراف والكلام ده لا، هو هيهاجم بيهم في الهجمات المرتده ويوقفهم كلهم قدام لعيبه بايرن ميونخ. الفرقه كلها تبقى تحت الكوره، الفرقه كلها تبقى مستنيه لعيبه بايرن تغلط، بحيث ان احنا نروح بقى على المرتدات جاريرو ونروح عليهم بترجن هازارد ونروح عليهم ببراندد وهنعمل عليهم حفله. بس هو نسي مشكله بسيطه وتفصيله بسيطه، ان عنده مشكله في السرعات في الشق الهجومي، عند جوليان براندت ناحيه الشمال وعند تورجن هازارد ناحيه اليمين. يعني تورجن هازارد وبراندت الاثنين من السرعه قوي، فالموضوع هيبقى بالنسبه له صعب. ممكن اللي يكون صراع في الخطه اللي هو كان عامل حسابها اشرف حكيمي وجاريرو. اما اشرف حكيمي وجاريرو فانا قعدت اشرح لك ربع ساعه بس ازاي الراجل هيوقفهم الناحيه الثانيه ناحيه بايرن. فدي كانت المشكله، انك كمان موقف محمود داوود الشوط الاول، موقف ديلايني والاثنين بيدافعوا بس ما بيهاجموش. لما لقيت ان انت ربنا كرمك والبيست جون فغيرت الفكره تماما. بعد ما غيرت الفكره وبعد ما شفت ان انت خلاص الموضوع بالنسبه لك صعب الشوط الاول، الشوط الثاني بقى لوسيان فافر بيقرر ان هو يبدا المباراه، يبدا الشوط بتغييرين. راح مغير ديلايني ونزل مكانه ايمري تشان، وكمان غير جوليان براندت ونزل مكانه جودون سانشو. مع تغيير براندت دي انا قلت بس خلاص الايقاع بتاع الفرقه واقع، اللي هو السنه الايقاع بتاع بروسيا ما كانش موجود من اول الشوط الاول. فما بالك بقى لما جوليان براندت اللعيب الوحيد اللي يقدر يعمل باص حراري لاي حد على الطرف يطلع بقى، ويلا بقى نسلم الموضوع كله لمحمود داوود اللي هنديله وجبات هجوميه وتحرر ويلا زيد، وهيبقى تحته ايمري تشان. بس المشكله في ايمري يا اسطى ان ايمري كان نازل الملعب وبان ان هو لسه راجع من اصابه، والموضوع بالنسبه له محتاج وقت طويل. حتى كمان لما اداله وقت الماتش اللي فات علشان خاطر يحسسه بحساسيه الملعب والكلام ده، كان في مشكله ان ايمري تشان النهارده يعرف يشيل نص الملعب. فلقينا ان بدايه الشوط الثاني بتبدا بهجمات كتير قوي لبايرن ميونخ. بايرن ميونخ خلاه الملعب ان في تحرر من لعيبه نص الملعب الناحيه الثانيه وبنهاجم محمود داوود، وكمان كده كده اعطينا حريه خمس دقائق لجاريرو واعطيناها لاشرف حكيمي. حس ان يلا يا جماعه احنا خسرانين ويلا نطلع شويه نهاجم خمس او 10 دقائق. بعد كده لقينا ان بوركي بيصد كوره من لورين جورتسكا تصويبه، الراجل بيصدها وبعد كده كمان بيطلع واحده ثانيه، اللي هو يا جماعه ما الجون كويس اهو ساند نفسه، امال ليه بقى الغلطه في جون كيميتش؟ اه هو خلص الدوري بجون كيميتش، وبعد كده اول ما الدوري ما خلص خلاص الموضوع كان بالنسبه له ضايع، وخلاص كان الموضوع بالنسبه للفرقه كلها خلاص احنا حاولنا وبنعمل اللي احنا نقدر عليه. بس مع اصابه هالاند خلاص يابا هعمل ايه؟
انا هعمل ايه؟ انا نازل بهالاند وبقول يلا يا جماعه هنظبط الدنيا، جودن سانشو نزل مكان براندد، ولا بقى هنلعب على المرتدات اللي احنا كنا عايزين نلعبها من الشوط الاول، بس لقينا ان في مشكله ان لعيبه بايرن وقفوا مكانهم وتمركزوا صح، وكمان بيعرفوا يطعموا مننا كور، وبيعتمدوا هم كمان على جنابري في المرتدات، ويعتمدوا على كينجز لكومان في المرتدات، والاثنين برده عندهم سرعه ارتداد غير طبيعيه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه والعكس، فالاثنين كانوا عاملين مباراه عالميه. وطبعا بواتنج بيعمل مباريات ممتازه جدا، خصوصا كمان ان الراجل عارف ان هو في الدقيقه 84 هينزل مكانه لوكاس هرنانديز كل ماتش، فالراجل بيأدي على قد ما بيقدر. وكمان الابا بيعمل دور ممتاز جدا في دور المساك، وكمان الفونسو ديفيس. بص كده لعيب بايرن ميونخ بيعرفوا ازاي يكونوا ابطال في المواعيد، والنهارده كان ميعاد مطلوب منهم ان هم يكونوا ابطال علشان خاطر نامن على البطوله ال 30 في الدوري الالماني للبايرن، علشان خاطر البايرن يخلص بطوله صعبه جدا، بطوله كان فيها شكوك كتير. هتقولي بيخلصها ازاي في 6 ماتشات باقيه؟ يقول لك لا يا صديقي، البايرن ثلاث اربع ماتشات اللي باقيه له فيرد بريمن على فولفسبورج على مش عارف الفرقه اللي هي، بص هما فرق سهله من الاخر يعني، فكره ان البايرن يخسر 7 نقط قدام الفرق دي في 6 ماتشات الفكره ممكن تكون صعبه جدا، غير كمان ان بروسيا دورتموند هيلبس في ليسبيك في الماتش الاخير ليه في الدوري، غير كمان ان بروسيا هيوقع 10 نقط بعد الهزه اللي حصل في الفرقه النهارده وبعد اصابه هالاند. بص انا قلت لك الفيديو اللي فات ان هم لما بيشوفوا بايرن الموضوع بيتغير تماما بالنسبه لهم، بس انت ما صدقتنيش، بس هي الحقيقه هي الفرقه دي قويه جدا قدام اي فرقه في المانيا، بس لما بتشوف البايرن لا دول الابطال، دول ابطال الدوري، دول نمبر 1 من جيرماني، الموضوع بالنسبه لهم صعب. فبايرن ميونخ بيعرف يكسب بروسيا دورتموند نفسيا، والموضوع نفسيا ده بس بما انك مصري وعارف التيتا، فالاهلي جت عليه فتره كان بيكسب الزمالك نفسيا بقى، فهم بينزلوا اساسا خسرانين قدام البايرن، حتى لو هم كمان عندهم افضليه، وحتى لو هم عندهم سرعه، وحتى لو هم عندهم ايقاع، وحتى لو هم عاملين ماتشين ممتازين جدا، بس بينزلوا قدام البايرن حس ان هو في حاجه غلط، اللي هو في لاج حصل في اللعبه، في حاجه هنجت في الموضوع. بس انا برضو يعني انا بص انا مقتنع ان لوسيان فافر في الماتشات الكبيره بيلوش، وتلويش لوسيان فافر في الماتشات الكبيره بيعمل مشكله كبيره قوي بالنسبه للفرقه، لان لوسيان فافر الوقت لما مفترض ان هو ينجد في الفرقه ويشدها يوديها لحته ان احنا نخش جوه الجيم، لا لوسيان فافر بيجي عامل حاجات غريبه جدا، ولوسيان فافر بينزل عنده طبيعه انهزاميه غير طبيعيه في الماتشات الكبيره. فعادي يعني انت مستني من واحد مرشح رقم واحد ان هو يوصل للمجموعه اللي كان فيها باير اللي كان فيها برشلونه وانتر، ومع ذلك الراجل مشاكل كتير قوي علشان خاطر يعرف يصعد، الراجل عنده مشاكل كتير قوي في ان هو بيواجه الفرق الكبير، فهو بيخاف من الفرق الكبيره وبيخاف من بايرن، وبينزل قدام بايرن هيخسر وبيخسر قدام بايرن. بص يا انا عارف ان كلامي هيكون صعب عليك، بس مع الاسف الشديد النهارده بايرن عارف يوقف مفاتيح بروسيا، وكمان بايرن دور على ان انا قدام فرصتين يتعادل يكسب واعرف اخلص فيهم الدوري، انما بروسيا كان قدامه فرصه وحيده اكسب واستنى بايرن يسقط نقطه في 6 ماتشات اللي هيلعبهم، فبايرن ما سقطش نقطه، ما سقطش 3 نقط عندك، عارف سقط 7 في ال6 ماتشات، صعب جدا. حتى لو بايرن تعادل 6 ماتشات الجايه، 6 ماتشات يعني ايه الهبل اللي بيقولوا، حتى لو بايرن صعب ان بايرن يتعادل ماتشين في الماتشات الباقيه يعني، فانا كنت 3-4 ماتشات سهله جدا، فمع الاسف البطوله انتهت يا اسطى، بس احنا مضطرين نتفرج عليها عشان خاطر ما فيش غيرها، ما نتفرجش اساسا على الدوري الالماني من حبنا في البايرن ولا بروسيا، احنا بنحب اشرف حكيمي اشرف ابن وطننا العربي وفخر المغرب، بس يا اسطى ما عندناش اي مشكله في ده. بص مبروك لكل مشجعين بايرن ميونخ، وهارد لك لمشجعين بروسيا دورتموند اللي اساسا كانوا عارفين ان هم هيلاقوا البايرن خلاص هيكون الدوري بالنسبه لهم خلاص، فهارد لك يا صديقي ولن تخسر شيء، انت عمت اخيك هذا، ولو قلت لي لابس فانيلة اتلتيكو قلت لك الفيديو اللي فات ان انا وزني تقيل وانا عندي مشكله لما رحت جبت فانيلة بايرن طلعت كبيره عليا وما ينفعش اطلع البس بروسيا بعد ما اتعلم عليهم في ملعبهم يا اسطى، يعني عيبه في حقي.